اولاد بسم الله، يلا بينا بسم الله. بصوا بقى، الترم ده المفروض ان انا ان شاء الله هديكوا 3 مواد، مش هتكلم عن مواد في غير حصتها. خلونا نتكلم تحديدا عشان ما ضيعش وقت على المانيجيريال. خلاص، مانيجيريال كماده ماده سهله جدا جدا فوق ما تتخيلوا. هما 12 درس ما لهمش علاقه ببعض، 6 قبل الميد ترم و6 بعد الميد ترم. كل 6 دروس فيهم درسين تقال و4 تفهيم. يعني انت قبل الميد ترم عندك موضوعين تقال و4 تفهيم، بعد الميد ترم عندك موضوعين تقال و4 تفهيم. خلاص، الطبيعي ان الماده دي كل الناس اللي بتاخد فيها كورس، يعني اللي عارفين ماشيين فيها ازاي، بيجيب 100. ليه؟ مش شطارة مني، هي سياسة الدكتور كده عشان تبقى عارف. يعني هو ما بيجيبش سؤال برا المحاضرة وبرا اللي هو قاله. بس انت عندك معاه مشكلة واحدة، الامتحان المانيوال بتاع الميد ترم هو دقيق جدا في تصحيحه. يعني نفس المادة دي كانوا بياخدوها بيزنس سيكشن الترم الاول مع دكتور احمد حسين برضو، نسبة النجاح كانت 48% ورفعها خلاها 66. العيب مش منه على فكرة، في الامتحانات المانيوال، وده انا هقوله لكم واحنا شغالين، هو ليه بعض الحاجات اللي بيشوف بيها انك حاضر المحاضرة او انك ماشي وفقا لدماغه، لقاها انت بتقفل حتى لو غلطان في الارقام وعاكك، ما لقاهاش بيبدأ يتعكنن. خلاص، امتحان الفاينل كده كده الكترونيك، فانت مش هتبذل فيه مجهود. يعني المهم الفكرة فين؟ في الميد ترم. كتبت لكم انا على الجروب ان الميد ترم بتاعه ده اكيد من 25، وعندكم كويز المحاضرة الرابعة عليه 7 درجات، وكويز المحاضرة العاشرة عليه 8 درجات، يبقى دول كام؟ 15. لازم تحضر. عشان كده انت هتلاقيني الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي في المانيجيريال حجري، على اساس انتوا لما تروحوا الاسبوع اللي بعده ان شاء الله المحاضرة الرابعة تبقوا واخدين اللي هو هيسألك ايه فيه، لان الدكتور احمد حسين صادق جدا، طالما قال عليه كذا وكذا يبقى هيترصد، ومش شرط سيكشن دكتور احمد حسين بس، انما المحاضرة الرابعة كله يحضر. خلاص، انتوا بقى في ناس حضرت المحاضرة الاولى والتانية وحسوا ان المادة تقيلة. خالص هي مش تقيلة، بس انت ممكن تكون ايه، في كلام كده انت ما سمعتهوش من ايام سنة اولى لما كنت بتاخد مانيجيريال، بتحس الكلام غريب. هو بس العيب الوحيد اللي حصل، وانا شايف ان ده ميزة مش عيب، ان هو السنة دي بدأ بالدرسين التقال. انا قلت لكم هما كام درس؟ 6، 2 تقال، هو بدأ بيهم. ده حاجة كويسة على فكرة، لان السنة اللي فاتت ما بدأش بيهم، فلما دخل بقى المنهج قعد اول كام مره سهلين، لما بدا يدخل فيهم في الاخر الناس ايه حست ان الماده تقلت. فكويس ان هو اداهم من دلوقتي الدرسين دول اللي هو السي في بي اللي انا هبدا بيه، وحاجه اسمها الديسيجن ميكنج. المحاضرتين الاولى والثانيه اللي اداهم الدكتور انا هشتغلهم في 3 حصص، حصتين شرح وحصه اكسرسايز. امتحانك تاني انا بكرر اهو بتاع الميد ترم المانيوال هياخد الام سي كيو اللي انا هحطه لك وهيحوله مسألة مانيوال، فاحنا مش هنسيب سؤال، لكن برضو هتخش امتحان المانيجيريال. خد الكلام ده ثقة، مش هتلاقي سؤال انت ما خدتهوش بارقامه منه، هو مش مني، معايا ولا مش معايا، وطريقة الحل اللي انا عايزك تكتبها هفهمها لك دلوقتي هو عايز ايه. خلاص، نستعين بالله كده بقى، افتحوا الورق يلا بينا، هاتوا ظهر بيج بالعرض، ولو انت مش عايز تكتب يعني عايز تفضل ماشي من الورق ما عنديش مشكلة، بس انا افضل انك تكتب الدرس ده. خلاص، يلا بينا بسم الله. تعال بقى نبدأ، احنا قلنا كام درس تاني؟ 6، ما لهمش علاقة ببعض. خلاص، يلا بينا، هات ظهر بيج بالعرض واكتب كده عنوان اسمه سي في بي. ما تركزش بقى مع الشائعات اللي تقول لك ايه سي في بي ودرس صعب وبتاع، لا لا ده ممتع جدا، بس ركزوا يلا بينا. كلمة سي انا عايزكم تكتبوا عليها كوست، والكوست في المحاسبة الادارية اعملوا سهمين كده، يا في يا اف. قول لي يا محاسب مين قال في والاف؟
variable وفيكسد. اذا المحاسبة الادارية طول عمرها بتنظر للتكلفة على انها متصنفة يا variable يا ايه fixed. كمل كلمة V اكتب عليها volume، والفوليوم اكتب هو السيلز يونتس، عدد الوحدات اللي الشركة بتبيعها. فوليوم هو مين؟ سيلز يونت. ومن المزايا الجميلة في المانيجيريال مفيش انفنتوري. عارفين يعني ايه؟ يعني اللي انتجته هو اللي ايه بعته، يعني ما عنديش في كل المانيجيريال غير يونتس واحدة اسمها اليونتس ايه سولد. خلاص فاينالي بقى بص كده سي في بي، بي اي مين اكتب بروفيت، والبروفيت بتاع المحاسبة الادارية هو النت اوبريتنج انكم، الربح التشغيلي. طب ايه فكرة التشابتر اللي الدكتور عايزه اللي هو السي في بي ده؟ انا هجيب لك من الاخر. حضرتك كمحاسب اداري هتعمل ريبورت، ركز قوي في الكلمة اللي انا هقولها، هتعمل ايه؟ ريبورت. وهتاخد الريبورت ده هتدخل بيه للمدير بتاعك، هيبدأ المدير يعمل معاك ديسكشن يناقشك ويطلب منك بعض العناصر تحسبها له. على سبيل المثال حاجة انتوا سمعتوا عنها قبل كده، سمعتوا عن حاجة اسمها البريك ايفن نقطة التعادل. هو بقى هيقعد يعمل ايه المدير؟ هياخد الريبورت ده ويقعد يعمل ديسكشن معاك، يسألك وانت ترد، يقولك طب لو علينا السعر يحصل ايه. فالشابتر كله فكرته ايه؟ بص ايدي، اثر مين؟ الكوست، واثر مين؟ اليونتس، على ربح مين؟ الشركة. اللي كان ينقص المحاضرة هو اللي انا هعمله معاك دلوقتي، ده بره المحاضرة بس عايزك تركز فيه جدا اللي انا هعمله. عايزك ادي الورقة اللي بالعرض، خد لي تلت منها، احنا هنقسمها تلات اجزاء. خلاص علشان اعلمك ترد على مديرك وتحل الاسئلة اللي دكتورك عايزها، لازم الاول اعلمك التقرير اللي انت هتخش بيه ايه. يعني ايه؟ تعالى هنا كده اكتب لي العنوان ده assumption. يعني ايه assumption؟ يعني انا حبني التشابتر كله على ايه. تاني بص انا قايل لفظ اسمه ايه يا اولاد ردوا عليا، assumption. حبني الشابتر كله على ايه؟ حبني على حاجه كلكم عارفينها. ايه هي بقى؟ المحاسبه الاداريه هتشتغل بالاتي، اكتب variable income statement. ايه الجمال ده؟ يعني انا تقريري اللي حبني عليه الشابتر كله هو ان انا هعمل لشركتي قائمة دخل بتاعة المحاسبة الادارية. ردوا عليا، اللي هي من النوع الايه؟ variable. اكيد عدت عليكم variable اللي هي variable ايه؟ cost. انا هناقشكم بارقام من عندي وبعد كده انتوا تقولوا لي وصلتوا لايه. يلا بينا سمي الله. تعال اكتب اي قائمة دخل، ابدأ اكتب كده معايا. هتبدأ بالسيلز، هتبدأ بمين؟ سيلز. يعني ايه سيلز؟ رد عليا، بعت بكام؟ السيلز دي من وانتوا صغيرين كده في سنة اولى بنحسبها ازاي؟ اكتب هتضرب اليونتس سولد، حد يعرف يكمل؟ في السيلنج برايس بير يونت. تاني لما كنت اقول لك السيلز هي مين؟ ردوا عليا يا اولاد، تقول لي اللي بعته في سعر ايه؟ بيعه. I will give you an assumption. شركتي باعت السنة دي 5000 يونت، سعر بيع اليونت 40 جنيه. وللتسهيل بصوا بساطة المحاسبة الإدارية، We are selling a single product. يعني single product هو نوع منتج ايه؟ واحد. قل لي يبقى أنا رقم واحد داخل لمديري بقول له اللي بعناه، اللي بعناه ايه يا اولاد؟ ها كام وحدة؟ 5000. سعر بقى الوحدة كام؟ 40. دول اكتب يعملوا 200,000 دولار. حلو كده؟ معايا ولا مش معايا؟ ركزوا. ماينس بص البساطة بقى، انا هطرح، ركز في اللفظ اللي هقوله، التي في سي. حد يعرف يرد؟
total variable cost. معلش انا هتقل عليك زيادة. مين هم التكاليف الفاريابل؟ دي ام ودي ال وفي او اتش وفي نان. مش موضوعي دلوقتي، انا بتكلم على الهول فاريابل كوست كلها. انا بص هطرح مين، ردوا عليا، ها تي في سي. بص البساطه بقى، مفيش انفنتوري، مفيش بيجيننج، مفيش اند، مفيش الكلام ده كله. اكتب انت هتضرب برضو اليونتس في، بص اللفظ، الفاريابل كوست بير يونت. ما انت عشان تجيب اجمالي التكاليف الفاريابل بتاعت المصنع هتضرب اللي بعته في سعر بيعه ناقص اللي بعته في تكلفته. قول لي بقى اليونتس كام؟ 5000. ما هو مفيش غيرها. ليتس اسيوم والارقام دي من عندي. الارقام دي منين؟ رد عليا، من عندي. ان الفاريابل كوست بير يونت ب 24 دولار. اذا 5000 في 24 يعملوا 120 الف دولار. مين ال 120 دي يا اولاد؟ انا عايز اسمع صوتكم. دي اسمها ايه؟ توتال، ها اتكلموا، فاريابل ايه؟ كوست. خش في اللي جاي، اعمل كده. انا عامل مبيعات ب 200 الف ناقص تكاليف متغيره 120 تديني 80 الف دولار. عارف ده اسمه ايه؟ ركز بقى. اياك تقول جروس مارجن، اتباحك وانت طالب في رابعه. يس ده اسمه الكونتريبيوشن مارجن. بس انا عايزك تكتب بنفس الصيغه اللي انا هقولها. ال 80 الف دول اكتب اسمهم تي سي ام. اسمهم ايه؟ عايز اسمع الكلام كله. انت عارفه توتالي كونتريبيوشن مارجن. وات از ذا كونتريبيوشن مارجن؟ استنى بس عشان ما تتخرج ما تفضحناش. ده مش ربح على فكره، انت ما كسبتش. ده في المحاسبة الإدارية اسمه هامش المساهمة. إيه هامش المساهمة؟ بص الحتة دي، لو أنا محل بيبيع بيتزا، الزبون اللي بيخشري أنا باخد منه 40 جنيه في البيتزاية، صح ولا غلط؟ بعملها له بمكونات، سواء ماتيريال سواء ليبر، التكاليف الفاريابل. ردوا عليا كام يا جماعة؟ ردوا عليا 24. اللي بيتبقى بقى من ال 40 جنيه اللي أنت خدتهم من الزبون دول، أنت لسه ما كسبتش. بيسموهم هامش المساهمة. ليه بقى؟ لان انت المفروض هامش المساهمة ده اللي هو كام؟ ردوا عليا 80. اكتب بتطرح منه تي اف سي. مين التي اف سي؟ توتال مين يا حبايبي؟ ردوا عليا فيكسد كوست. وخلي بالكم، ما هي انا قلت لكم المحاسبة الادارية الكوست فاريابل وايه؟ فيكسد. الفيكسد كوست زي الايجارات، زي الادمنستريتيف. ليتس اسيوم اكتب انها ب 50,000 جنيه. كل الارقام دي افتراضيه من عندي. فيكسد كوست بكام يا اولاد؟ ها 50. اذا يلا جميل، شركتي عندها نت اوبريتنج انكم ب 30,000 دولار. حد عطلان؟ كونتريبيوشن مارجن يعني هامش المساهمة. يعني ايه هامش المساهمة؟ يعني المبلغ ده بيساهم في تغطية التكاليف الايه؟ الفيكسد. واللي يتبقى منه يعتبر نت اوبريتنج ايه؟ انكم. مش كده، ما بيسموش ربح، بيسموه مساهمة، لانه لسه هيغطي مين؟ رد عليا، الفيكس. خلاص؟ لا خلاص، انت الفاريابل ده ما تبقى بعد ما انت شلت الفاريابل من مين؟ من السيلز. بصوا لي بقى كده شويه وركزوا لو سمحت، اسمعوني. شايف ده؟ بص عليهم كده، 1 2 3 4 5. كم سطر هما؟ 5. هو ده الريبورت اللي مديرك عايزه، انك عملت انكم ستيتمنت من النوع الايه؟ الفاريابل. حضرتك دلوقتي هتخش لمديرك بقائمه الدخل الفاريابل. مديرك بقى هيبدا يسالك اسئله استفزازيه، يعني على راسها هتلاقيه بيقول لك ايه؟ قول لي يا ابني هو البريك ايفن بتاعتنا كام؟ بص انا بسالك سؤال، هي الايه تاني؟ بريك ايفن. او تلاقيه بقى يبدا يلعبك العاب قذره شويه، تلاقيه بيقول لك ايه؟ قول لي هو احنا كسبنا كام؟ فانت هترد تقول له كام؟ رد عليا 30. يقول لك طب هو لو زودنا سعر البيع 10% وقللنا التكاليف الفاريابل ب 15%
وتفاوضنا في الايجارات. مين هي الايجارات؟ رد عليا الفه، قول لي الانكم بتاعنا يحصل له ايه. شايف الاسئله اللي هو بيطرحها عليك؟ فانت عشان ترد على مديرك مش هترجع كل سؤال يساله لك تعمل انكم ستيتمنت، والا هتبقى فضيحه. فانت لازم يكون عندك اليه ان هو يسال انت ايه ترد قبل ما يسال بقى مديرك. وهو ده فكره التشابتر. عايز اعلمك حاجه بره المحاضره بس دي هتنقذك. تعالى بقى، انا قلت لك قسم كام جزء؟ رد عليا تلات. ابوس رجلك، اعمل دايره على الرقم ده. بالله عليك ركز، بص تاني. انا والله ما داخل لمديري المكتب ابدا دلوقتي. انا عملت ايه الاول؟ رد عليا الانكم ايه استيت، وبعدين هقعد على جنب. بص بقى هعمل ايه، اكتب كده 1 2 3 4 5. يا نهار ابيض، هطلع كم معلومه انا قبل ما ادخله؟ 5. هم اصلا معلومتين بس انا هعيدهم بكذا طريقه. قبل ما تدخل تتكلم مع اي مدير في المحاسبه الاداريه، اول حاجه تعملها اكتب عايزك تجيب السي ام بير يونت. عايزك تجيب مين؟ ردوا عليا، انا عايز اسمع سي ام اللي هو مين؟ كونتريبيوشن ايه مارجن. عايزك تجيبه بير ايه يونت. اكتب كام على كام. لا انا عايز اسمع قانون. اكتب تي سي ام على يونت، صح ولا غلط؟ يعني لما اجي اقول لك ايه، هاتي لي هامش مساهمه الوحده، تقولي لي من عنايه يا دكتور، هو كل الهامش المساهمه بكام؟ اسمع 80، وهم كام وحده؟ 5000. يبقى السي ام بير يونت ب 16. تاني السي ام بير يونت بكام؟ اسمع ب 16. قول لي يعني ايه؟ يعني كل وحده ببيعها عندها كونتريبيوشن مارجن بكام دولار؟ رد عليا ب 16. جبته منين الرقم ده؟ هو التوتال كام؟ 80، وعدد اليونتس كام؟ 5. او اكتب السي ام بير يونت ايكوال. تعرف تجيبه بطريقه ثانيه؟ اتس فيري سمبل، سيلينج برايس بير يونت ماينس فاريبل كوست بير يونت، صح ولا غلط؟ ما انا بتكلم كلام اهبل. قولي لي الزبون اللي بيخش ياخد منك بيتزايا بكام؟ ب40. الانجريدينتس بتاعتها الفاريبل كوست كام يا بنتي؟ اذا البيتزايا بتجيب لك هامش مساهمه كام؟ 16. حد عطلان؟ يبقى انت اول حاجه قبل ما تخش لمديرك، معايا اساس ولا لا؟ تجيب رقم اسمه ايه؟ سي ام، اسمع بير ايه؟ يونت. تقوم جايبه على جنب، عارف ليه؟ عشان هو هيسالك اسئله مفتاحها في رقم مين؟ ردوا عليا السي ام بير ايه؟ يونت. حد عطلان؟ الرقم اللي وراه بقى ركز عشان ننجز، عشان ما تتلخبطش. تعالى عايزك تجيب قبل ما تخش له اكتب حاجه اسمها سي ام ريشيو. حاجه اسمها ايه؟ سي ام ريشيو. ايه بقى هي السي ام ريشيو؟ بمنتهى البساطه اكتب احنا عاوزينك تقسم التي سي ام على السيلز. هو كام التي سي ام؟ انا عايز اسمع صوتك. 80. السيلز كام؟ 200. 40% كام؟ ردوا عليا 40. تعرف تشرحها؟ تعرف تشرحها ال 40%؟ قولي لي انا عامل مبيعات بكام؟ 200,000. انت عارف ال 200,000 دول؟ المية في المية، برافو عليك. عارفة المتين الف دول مقسومين كام حتة؟ هما حتتين. الفاريابل كوست اكل منها كام؟ 120. تبقى هامش مساهمة كام؟ 80. ما هما الاتنين دول هما مين؟ ردوا عليا المتين. انا عايز نسبة السي ام كام؟ اقسم كام على كام؟ ردوا عليا 80 على 200. او اكتب سي ام ريشيو ايكوال سي ام بير يونت على سيلينج برايس بير يونت. تنفع ولا ما تنفعش؟ ما انا عشان لما اخش في الكيسز الصغيره اللي هتجي لك في الامتحان مانيوال، ما تجيش وانت بتحل تقول لي ايه الحل غير الشرح، عشان دي مشكله بتواجه الناس في المانيجيريا. لا انا بفهمك عشان ما تتلخبطش. قول لي
انا عايز اسمع منك السي ام بير يونت كام؟ 16. سعر البيع كام يا قصاص؟ برضه كام في المية؟ 40. حد عطلان؟ فاينالي بقى، فاينالي عشان ننجز، خد دي. السي ام ريشيو ايكوال 1 ماينس فاريبل كوست ريشيو. تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع بنسبة 1,000,000%. قول لي. يس. مين الفاريبل كوست؟ رد عليا. اكتب. عبارة عن هاتها بير يونت 24 على 40، يعني 60%. صح ولا غلط؟ أو 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 رد. أو كام على كام؟ 120 على 200. معايا ولا مش معايا؟ ما أنا هنا بديك درس إن البير يونت والتوتال بيطلعوا نفس الإيه؟ النسبة. إذن 1 دي المية في المية اللي هي سيلز، لو 60% منها فاريبل كوست يبقى السي إم ريشيو كام؟ رد عليا 40. حد عطلان؟ عايز أفهمك أكتر. هو الشابتر عبارة عن إيه؟ رد عليا. اسمه إيه تاني العنوان؟ سي في بي. أيوة. أنا إيه اللي هيحصل؟ ولا حاجة. أنا هخش لمديري بتقرير وهو هيسألني إيه؟ أسئلة. طب انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بديكوا assumption عشان لما يسألك الدكتور تعرف ترد. اول assumption، انت لازم تخش معاك income statement من انهي نوع، وايديك الاتنين فيهم رقمين، واحد اسمه السي ام بير ايه؟ لا ما تناموش. سي ام بير ايه؟ يونت. معايا ولا لا؟ واحد اسمه السي ام ايه؟ ريشيو. جبت الرقمين دول؟ اه. برضه لسه ما تخشش لمديرك دلوقتي، فاضل معلومتين هقولهم لك عشان لما تخش له ما يعرفش يشوطك في ولا سؤال، هو هيسال انت هتناوله على طول. يلا بينا خش على الحته الثالثه. اكتب اف. ايه يا ابني اللي بتعمله يا ابني؟ والله لسه ما دخلتش في الشابتر، بس ام ميكينج، بمهد لك الطريق عشان دلوقتي اول ما تخش الدكتور عايز ايه هتخلص كله في كلمتين. خلاص. اف اكتب السيلز. بص البساطه بقى، لو مبيعاتك انكريز باي 1 يونت. طب هو انا كراجل محاسب اداري ايه اللي خلاني افكر كده؟ اصل دي من الحاجات المشهوره قوي اللي المديرين بيسالوا ايه عليها، وهتفك لك طلاسم كتيره قوي في المسائل، بس خليني امشي معاك. اقرا كده. انا ايه لو ما بعتش شركه زادت بايه؟ 1 يونت. اعمل كده كوما واكتب النت انكم يحصل له ايه. اسمعني بقى، تعالوا نسحف. نسحف يعني نمشي الاول نتتبع المعلومه، بعد كده هقول لك انا عايز ايه. اكتبوا معايا. يلا اولاد، سيلز، انا هعمل انكم ستيتمنت تانيه، هتبقى 5,001 في 40. حد معترض؟ حد معترض؟ هتبقى 200,040. قولوا لي ليه؟ هي اليونتس زادت بايه؟ بواحد. هل سعر البيع هيتغير؟ لا. معايا ولا مش معايا؟ يلا جميل. ماينس، لا انتوا تردوا عليا، ماينس مين؟ تي في سي 5,001 في 24. ده بقى اللي الدكتور كان عمال يقوله في المحاضره. عمال يقولهم ايه؟ يا ابني الفاريبل كوست بير يونت ما بتتغيرش. اه ما بتتغيرش، مش بتتغير، ثابته. انا دلوقتي مهما اليونتس اتغيرت سيظل سعر البيع ماله ثابت، والفاريبل كوست بير يونت ايه؟ ثابته، الا لو انا اديتك معطيات جديده. لكن الطبيعي ان الفاريبل كوست بير يونت مالها كونستانت. صح ولا غلط؟ قولي لي. دول يعملوا 120,024. صح. يلا جميل، يبقى التي سي ام كام؟ 80,000. بص ايدي، و16. 80,000 وكام؟ 16. قولي لي، هو لو مبيعاتك زادت بوحده الايجار يحصل له حاجه؟ الفيكسد كوست تاثر؟ طب يلا تعالى لي. ماينس تي اف سي، ايجاراتك كام؟ انطقوا. 50. زن النت اوبريتنج انكم، اسمع، ب 30,000. و اسمع، ها،
16 بلاتينين ألف وكام؟ 16. دكتور هو حضرتك بتهبب ايه؟ بتعمل ايه؟ لا معلش انا عايز اوصلك لحاجة. اعمل كده. خلاص انا خلصت. هبدأ احل. قول لي كده، هو انت داخل لمديرك دلوقتي معاكي؟ معاكي ورقة فيها انكم ستيتمنت من نوع ايه؟ فاري. ومعاك كم رقم؟ لا انا عايز اسمع. سي ام بير ايه؟ يونت. وسي ام ايه؟ ريشو. اللي ممكن تجيبهم بطرق ايه؟ مختلفة. وداخل بتحضر معلومتين قبل ما تخش له. المعلومة الأولى اكتبها هنا نوت، إن لو السيلز زادت باي 1 يونت النت إنكم هيزيد باي السي إم بير يونت. ايه رايكم؟ يعني مبيعات الشركه لو زادت بايه؟ واحد. قولي لي الانكم كان كام يا بنتي؟ 30,000. بقى كام يا حبيبي؟ 30,000. اسمع 30,000 و 16. على فكره الكلام منطقي. وبصوا لي كده شويه، كل زبون بيجي لي بياخد اليونت البيتزا بكام؟ ب 40. ناقشني بصرف عليها فاريبل كوست كام انا؟ 24 اللي هي المكونات. بمسك في ايدي هامش مساهمه كام؟ 16. قول لي بقى الايجار ثابت صح؟ يبقى كل زبون بيجي لي زياده باخد منه 40 بعملها له ب 24 بيتبقى لي كام زياده؟ 16. ال 16 دول في ظل ثبات الفيكسد كوست بيدخلوا فين؟ في الانك. انا بقى عايز منك معلومة. ايه هي؟ ان انا حاجة في الامتحان اقول لك ايه؟ تعال اكتب كده. اف مش انا بقى اللي حاجة، ده مديرك. بص مديرك بقى وبروده هقول لك، قول لي يا فلان اتفضل يا فندم اكتب. لو السيلز زادت ب 350 يونتس، شايف سؤال؟ ما هو مش هقول لك 1 يونت. لو السيلز زادت ب 377 يونت، بص البرود بقى، without making income statement، ما انت داخل امتحان مانيوال من غير ما تعمل انكم ايه؟ ستيت. قول لي الانكم يحصل له كام؟ ولا حاجه. تاخد عدد اليونتس دي تضربها في كام؟ اسمع، تضربها كام؟ 16. معايا ولا لا؟ 16 اللي هو مين؟ السيام. يعني ساعتها الانكم مثلا يزيد ب 5800 جنيه. طب قول لي لو السيلز زادت ب 1000 يونت الانكم يزيد بكام؟ 1000 في كام؟ لا ما تناموش. 1000 في كام؟ في 16. صعب الكلام؟ معلش تاني. What I am making؟ I am making حاجه اسمها ايه؟ رد عليا؟ assumption. يبقى بص بقى انا خلاص داخل على مكتب اهو. معايا الانكم ستيتمنت اللي من نوع الفاريبل، وجبت السي ام بير ايه؟ يونت، وجبت سي ام ايه؟ ريشيو، وعرفت ان مبيعات الشركه لو زادت بوحده الانكم يزيد بمين؟ بالسي ام بير يونت. فاضل لي معلومه نقولها بعد الاذان. يلا بينا. اخر نوت وبعدين هنخش لمين؟ للمدير نحل. بص يا اولاد، والنوت دي يعني انا مكسوف اقولها. قولوا لي لو مبيعاتي زيرو، تاني لو مبيعاتي ايه؟ زيرو، الرقم ده هيبقى كام؟ زيرو. الفاريبل كوست هتبقى كام؟ زيرو. السي ام هيبقى كام؟ النت انكم هيبقى كام؟ نيجاتيف 50. يعني ايه؟ اسمعني، حتى لو انت ما بعتش ولا وحده، والكلام ده انت عارفه من ثانويه عامه، هتدفع الايجار اللي هو الفيكس دي كوست. فالحته دي هنحتاجها في مساله مانيوال مهمه، فانا من دلوقتي عايز افرشها لك. ايه هي بقى؟ اكتب اف السيلز از زيرو. معايا يا رجاله ولا لا؟ لو السيلز بكام؟ زيرو. يبقى الشركه دي هتعمل نت اوبريتنج لوس ايكوال تي اف سي. حد فاهم اللي انا بقوله؟ تاني، لو مبيعاتك زيرو الشركه دي هتخسر مين؟ ردوا عليا. فيكسد كوست، يعني هيطلع لها نيجاتيف كام في النت اوبريتنج انكم؟ 50. جاهز؟ برافو عليك. افتح الورق بقى. خلاص خير يا دكتور. المدير هيسالني في ده الشابتر كله اللي انا بقوله لكم ده.
هاتولي صفحة 2. خد بالك الكام ورقة اللي انا مديهم لك دول، دول شرح الشابتر كله. خلاص يلا. نو مانيجيريا لا تبنى الا على مين؟ فاريو. محاسبة الادارية كلها. خلاص يلا حبيبي جاهزين؟ يلا بينا. بسم الله. هتمشوا بقى انتوا معايا ازاي؟ على فكرة لو عايز تكمل كتابة كمل، ما عنديش مشكلة، بس انا عايز افهمك. هات صفحة 2 كده، بصوا مكتوب ايه. بوينت ايه؟ 1. انت لما هتخش للمدير هو هيمسكك في 3 نواحي. كم حاجة ردوا عليا؟ 3. 2 النهاردة وواحدة الحصة الجاية. طبعا انت محضر صح؟ محضر الورقة اللي انا لسه ايه؟ قايل. اول حاجة هيسألك عليها المدير، اقرأ العنوان مكتوب ايه؟ CVP application. بص انا كاتب لك بالعربي، اقرأ. ها دلوقتي المدير هيطلب منك حساب بعض، مش بعد، بعض الارقام. بص البساطة بقى، بعض الايه؟ الارقام. بص الجمال، بقوانين ايه؟ يعني انا بعرف القانون ارد، بس انا عشان ابقى عارف القانون وارد لازم ابقى محضر الداتا اللي انا لسه ايه؟ محضرها. بصوا ايدي كده هنا. خير يا فندم. اول حاجة عايز تكتب اكتب، عايز تفضل ماشي من الورق خلاص انا ما عنديش مشكلة. خليكم معايا هنا شوية. بص مديرك بقى، قول لي يا محاسب بتاعنا بتاع المحاسبة الإدارية، عايز اتناقش معاك شوية في حاجة اسمها البريك ايفن. حاجة اسمها ايه؟ ردوا عليا. بريك ايفن. قولوا لي معلوماتكو عن البريك ايفن، نقطة التعادل. في واحد رد وقالك مفيش ايه؟ ربح. طب خلينا نرتب الامور افضل، انا همشي معاك. بص يا سيدي، البريك ايفن هي النقطة اللي عندها البروفيت بكام؟ زيرو. حد زعلان؟ البريك ايفن هي النقطة اللي عندها توتال ريفينيوز قد توتال كوست، يعني الايراد غطى مين؟ المصروف. زيرو بروفيت، مفيش ربح. الحتة اللي جاية دي ضيعت اجيال. وركز، البريك ايفن هي النقطة اللي عندها تي سي ام ايكوال تي اف سي. حد يعرف يفسرها؟ اهي قائمة الدخل قدامك. التي سي ام بكام؟ 80. طب لو الفيكسد كوست 80 تطلع بروفيت بكام؟ زيرو. اذا نقطة التعادل هي النقطة اللي عندها الكونتريبيوشن مارجن. بص ايدي، تغطي مين فقط؟ رد عليا. الفيكسد كوست، ويطلع البروفيت بكام؟ بزيرو. طيب قول عايز ايه؟ هيسالك كام سؤال هبل قوي. اول حاجه بص كده ايدي، هيقول لك احسب لنا البريك ايفن كيونتس، وبعد كده احسب لنا البريك ايفن، بصوا الحته دي، كدولارز. وشكرا. انت بقى اسمعني، انت مش طالب في سنة اولى مانيجيريال، لا الكلام ده اتخدته في اولى. انت دلوقتي اسمك ادفانسد مانيجير، حتى الدكتور ما يخشش في الديتيلز دي، احنا مش عايزين منك غير الرول، مع ان الرول ليه اثبات على فكرة، بس انا هنجزك. انت تخش اللجنة تبقى عارف الاتي، دي اسمها بريك ايفن يونتس. معلش اشرحها لي، ابيع كام وحدة عشان اوصل ان البروفيت يبقى كام؟ زيرو. هتعمل الاتي، اكتب تي اف سي. انتوا معايا ولا لا؟ بص الجمال بقى، بص الجمال، على السي ام بير يونت. معايا ولا مش معايا؟ ثانيه واحده،
هو انا بقى لسه المدير هيستناني ان انا ابقى حاسب السي ام بير يونت؟ لا، انت اوتوماتيكالي كده. قول لي البريك ايفن يونت كام؟ قول له من عينيا يا فندم. يلا اولاد اكتبوا معايا، تكاليف الثابته كام؟ 50. اوتوماتيك السي ام بيريو كام؟ 16. حد معترض معايا؟ مش معايا. تقول له انت وانت قاعد، قول له يا دكتور في الامتحان 3125. بص الحته دي بقى بتستفزه جدا، سيبها كده انت في اللجنه حلو، ما يحبش. 3125 ايه؟ يونتس. التوصيف يقلمه، فاهمين انا بقول ايه؟ التوصيف. طب انا ليه بقول الكلام ده؟ لان هو قاله في المحاضره، فطالما هو قاله في المحاضره وانت حضرتك ما كتبتهوش يبقى انت بتعمل ايه؟ استفزه. معايا ولا مش معايا؟ هتلاقي حاجات صغيره قوي هقول لك خلي بالك منها. خلاص اللي بعده تاني 50,000 على كام؟ 16. انت عارف دي معناها ايه؟ انا مش عايز اخش في الديبيت ده، بس عارف دي معناها ايه؟ كم عدد الستاشرات؟ كم عدد مين؟ اللي تغطي مين؟ الفيكسد كوست وبس، مش عايزين نكسب. يبقى انت محتاج تبيع كام ستاشراية عشان تغطي التكاليف الثابته؟ ردوا عليا 3125. دي اسمها البريك ايفن. ايه؟ ردوا عليا يونت. خش على اللي وراها. بريك ايفن ايه؟ اكتب او اشتغل معايا تي اف سي. عارف هو عايز ايه بقى؟ اوتوماتيك وانت قاعد على السي ام ريشيو. على السي ام ايه؟ انت لسه هتحسب له؟ لا يا باشا انا جاهز. ايه ده؟ يعني انا لو عايز اشتغل يونتس الشابتر بيقول لي امشي بالسي ام بير ايه؟ يونت. ولو عايز اشتغل فلوس بمشي بالسي ام ايه؟ ريشيو. دول كام على كام؟ اسمع منكم ايه؟ 50,000 على 40% هيطلعوا 125,000. بص ايدي دولار. 125,000 ايه؟ دولار. معايا رصاص ولا لا؟ طبعا كلام تافه صح؟ تعالى بقى اللي بعده. او وهو موافق الدكتور بالكلام ده، تعرف تجيب البريك ايفن دولار؟ انا ممكن اضرب البريك ايفن يونتس اللي هم كام وحده؟ 3125. اسعرهم. عارف يعني اسعرهم؟ يعني اضربهم في سعر مين؟ البيع. سعر البيع اللي هو كام؟ ردوا عليا 40. It's very simple. حد زعلان؟ اجيب لك من الاخر. هتخش اللجنه هيدي لك الانكم ستيتمنت دي. معايا ولا لا؟ انت هتطلع منها حبايبك مين؟ والله ازعل منك، ازعل منك. سي ام بير ايه؟ يون. والسي ام ايه؟ ريشيو. وتقول له تعالى يا دكتور. هتلاقي في اللجنه كده calculate the break even in units and in dollars. تقوم جاي ايه؟ حاسبهم له. معايا ولا مش معايا؟ خش اللي بعده. بص هنا بقى، مديرك هيسالك في تحليل اسمه تارجت بروفيت. ممكن اسالك سؤال؟ وعلى فكره الكلام سهل قوي، انا قربت اخلص الحصه على فكره. قولوا لي يا حبايبي، التارجت بروفيت ترجمها لي بالعربي، الربح الايه؟ المستهدف عند البريك ايفن كام؟ زيرو. انت عارف انت لو في انترفيو قعدت 4-5 ثواني تفكر في السؤال ده هيشغلك في حمام الشركه. الربح المستهدف عند البريك ايفن كام؟ زيرو. هنا بقى بص مديرك هتلاقيه بيقول لك ايه؟ قول لي يا ابني احنا نبيع كام وحده عشان نكيت نوصل للبريك ايفن؟ فانت رديتي قلت له كام؟ 3125. يوم جاي يقول لك ايه بقى؟ طب لو انا عايز اكسب 40,000 جنيه، 70,000 جنيه، 200,000 جنيه، تاني عايز ايه؟ عايز ايه؟ يكسب. معنى كده ان هو مش عايز هنا زيرو، ده عايز يحقق ايه؟ بروفيت. عندكم في الورق في السطر الثالث انا كاتب اسيوم ان التارجت بروفيت 30,000، شايفينها ولا لا؟ خلوها 40. اسيوم ان التارجت بروفيت 40,000. بص بقى مديرك، بص الشياكه.
عاوزين التارجت بروفيت يونتس وعايزين التارجت بروفيت دولارز. عايزين ايه تاني؟ لا انا عايز اسمح منك. تارجت بروفيت يعني ابيع كام ايه؟ واحد. ودولار ابيع بكام ايه؟ فلوس. طبعا بقول كلام تافه صح؟ بص ايدي. حد فاكر قانون البريك ايفن؟ انت كنت عايزه تغطي مين؟ فيكسد كوست بمين؟ بالسيم بير يونت صح؟ طب لما كان دولار كنت عايزه تغطي مين؟ فيكسد كوست، بس كنا بنقسم على مين؟ ريشيو. حد عطلان؟ كل اللي انت هتعمليه هتحطي الربح اللي هو عايز يحققه. معايا ولا مش معايا؟ انت في الاول ردي عليا في البريك ايفن كنت عايزه تغطي مين بس؟ الخمسين. لا ده انا دلوقتي بقول لك كم 16 تغطي الخمسين وتحقق لي ربح كام؟ 40. انا بقول كلام صعب؟ يلا قولوا لي. هنا احط كام؟ لا ازعل كده. كام؟ 50. وهنا كام؟ والسي ام بريونت كام؟ 16. طلعوا 5000 ها 625 ايه يونتس. رد على مديرك يا فندم انت لو عايز النت انكم رد عليا ما تناموش بقى انا قربت اخلص. النت انكم يبقى كام؟ 40000. يبقى احنا المفروض نبيع كام وحده؟ رد عليا 5625. صعبه؟ هاتيها لي دولار. يلا ها هنا كام؟ 50 زائد 40 على 40% هيطلعوا 225000 جنيه. حبيبي او ايه انا احارب لوحدي ولا ايه؟ اضرب كام؟ 5625 في سعر البيع اللي هو كام؟ 40. يعني يا تقسم على الريشيو يا تسعرها. صعبه؟ ها؟ حد واقف في حاجه؟ معلش سؤال، انا وانا بشرح الحته دي قلت لك مديرك هيسالك على حاجات فيها تعويض ايه؟ مباشر، احفظ القوانين خش اللجنه. خلاص؟ باقي لك حاجتين في التعويضات المباشره وبعد كده هتبدا تشغل دماغك. عندنا حاجه بيسالوا عليها المديرين اسمها مارجن اوف سيفتي. ايوه انا في اللجنه هعمل ايه؟ انت في اللجنه هيقول لك كده كالكوليت البريك ايفن ان يونتس اند دولار. If the company wanted to achieve 40,000 profit, what is the target profit unit? What is the target profit ايه؟ دولار. بص بقى اللي جاي اسمه ايه؟ بتفصله مني ما تناموش. اسمه ايه؟ margin of safety. بص بقى انا عايز المارجن اوف سيفتي يونتس وعايز المارجن اوف سيفتي دولارز. بص اللي جايه دي بقى مشدد عليها السنه دي. وعايز حاجه اسمها المارجن اوف سيفتي ريشيو. ايه بقى المارجن اوف سيفتي؟ بصوا لي شويه حبيبي. انت بتعمل بريك ايفن عند كام وحده؟ انا كده هزعل. بعمل عند كام وحده؟ 3125. بص ايدي بقى. طب لو انا بعت 3124 اخسر. طب بص الحته دي. طب لو انا بعت 3126 اكسب. 27 اكسب. 30 4000 5000 9000. بص ايدي. طول ما مبيعاتي عماله تعلى عن البريك ايه؟ ايفن. الشركة في خطر ولا في امان؟ امان. امان انها بعيدة عن مين؟ الخسارة. وطول ما مبيعاتي قريبة من البريك ايفن يبقى هامش الامان ماله قليل. ايه بقى هو هامش الامان؟ تعالي قول لي احنا عندنا هامش امان كام وحدة؟ اقري. ده اسمه مارجن اوف سيفتي ايه؟ يونت. تقوم جاي عاملة ايه؟ تاخدي السيلز يونتس ماينس البريك ايفن يونتس. معايا ولا مش معايا؟ اوعى تنام. حد يمليني. معايا قول لي قول لي قول لي. من نفس المساله انا ببيع كام وحده؟ 5000. ردوا عليا وببريك ايفن عند كام؟ 3125. اذا انا عندي مارجن اوف سيفتي 3875 يونتس او كام؟ 1875.
مين بقى ال 1875 دول؟ رد على مديرك قول له بص يا باشا احنا بعاد. رده عن تحقيق ايه؟ خسارة بمقدار كم وحدة؟ 3125. دي بالنسبة للشركة اسمها ايه؟ رد عليا سيفتي. اسمها ايه؟ سيفتي. يلا هاتوا لي ايه؟ فلوس. والله لا تردوا. يلا هناخد السيلز ايه؟ دولار ماينس البريك ايفن كايه؟ دولار. قولي لي انت بتبيع بكام؟ انا زعلان قوي. ببيع بكام؟ 200. وببريك ايفن عند كام؟ يبقى انا عندي هامش امان بكام كفلوس؟ 75. او خلي بالك كان ممكن اضرب ال 1875 في 40 اللي هو سعر الايه؟ البيع. مش ملاحظ حاجة؟ الحاجة الدولار انا ممكن اخد اليونت واعمل ايه؟ رد عليا اسعار. صعبة؟ الاخيرة لو انت ماشي معايا من الورق اكتب عليها اجزام. قال انا عمري ما جبتها بس هجيبها. اسمها مارجن اوف سيفتي. ايه؟ رد عليا ريشيو. هات لي هامش الامان كايه؟ نسبة. بصوا ايدي حضرتك ممكن تقسم ال 1875 على ال 5000 او ال 75000. حد يكمل على مين؟ 200. ايه بقى هامش الامان كنسبة؟ طالع كام في المية؟ 37.5 في ايه؟ في المية. الناس اللي في الاونلاين تركز، انا قسمت مين على مين؟ انا قسمت المارجن اوف سيفتي على السيلز. جبت نسبة هامش الايه؟ الامان. صعب الكلام؟ معلش ممكن اسألك سؤال؟ العنوان اللي انا بشغل فيه اسمه سي في بي ايه؟ ابلكيشن. معلش هيسألك كام سؤال؟ والله ما سيبك. اول سؤال اسمه ايه؟ بريك ايفن. يا ايه يا ايه؟ يا يونت يا دولار. قول لي قانونها كيونت. تي اف سي على سي ام بير يونت اللي انا محضره. طب كدولار؟ تي اف سي على سي ام ريشيو اللي انا محضره. حد معترض؟ او هيحط لك تارجت بروفيت تحققه نفس القانون، هتزود مين؟ تارجت بروفيت. او هتلاقي مديرك بيسالك كالكوليت ذا مارجن اوف سيفتي ان يونت، كالكوليت ذا مارجن اوف سيفتي ان دولار، كالكوليت ذا مارجن اوف سيفتي ايه؟ رد عليا ريشيو. صعب الكلام؟ الحته اللي جايه واللي وراها في منتهى الخطوره وركز. خلاص تعالى لي بقى في اخر بيج 2 تحت، شايفينها ولا انتوا عارفين انا عملت لكم الشابتر ازاي؟ انا سبت شرح المحاضره لانه هيلخبطك، واديتك مثال واحد شايفه ولا لا؟ بنينا عليه الشابتر ايه؟ كله. وبعد كده تخش تحل الاسئله اللي هو عايزها وخلصنا. في حته في الاخر تحت مكتوب without making income ايه؟ استيت. الحته دي اكتب عليها very important وركز. عارف لو ما كانش امتحان مانيوال ما كنتش اديتها لك، بس ركز معايا. يلا بينا قربنا قربنا، بس ركز معايا. بصوا يا حبايبي، هو انا لو طلبت منك كراجل محاسب اداري انك تحسب نت انكم، اقرب طريقه واهبل طريقه انك تعمل ايه؟ رد عليا انكم ستيت. ايوه بس انا امتحاني مانيوال وبسالك سؤال محدد، من غير ما تعمل انكم ستيتمنت تاني، من غير ما تعمل ايه؟ انكم ستيتمنت. لو بعت كذا، خلي بالك انا ما بقولش لو مبيعاتي زادت بكذا، لا انا بقول لك لو السيلز اهي، كالكيوليت النت انكم يوزنج البريك ايفن. ايه تاني؟ معلش 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 تاني، اقروا كده انا كاتب ايه؟ without ايه؟ making income statement. ازاي تحسب النت انكم باستخدام مين؟ البريك ايفن. بصوا الحته دي، قولوا بسم الله كده وبالراحة هتعدي بسهولة. قولي لي على نفس المسألة دي، انت عامل سيلز كام وحدة؟ 5000 صح؟ حضرتك بتعمل بريك ايفن عند كام؟ 3125. انت فاكر ده اللي هو المارجن اوف ايه؟ سيفتي. استناني بس شوية،
الكلام ده مهم قوي ليكوا حتى لما تتخرجوا، الكلام ده مهم قوي. هو انت عند 3125 وحدة اللي هما البريك ايه ايفن، انت عامل بروفيت كام؟ زيرو. تعرف تقول لي ايه التكاليف اللي انت مغطيها؟ وما تتسرعش، اسمعني، انا لو بايع 3125 وحدة انا مغطي التكاليف الفاريابل بتاعتهم. يعني اسمعوني بس، انا لو حطت هنا 3125 يبقى انا ضارب في كام؟ في 40. وهنا هيبقى كام؟ ردوا عليا، 3125 ردوا عليا في كام؟ في 24. اسمعني بقى، يعني انا لو بايع 3125 وصلت لبروفيت زيرو، فانا مغطي التكاليف الفاريابل بتاعت ال 3100 كام؟ 25. ثواني بقى، دي اللي يتفهمك يا لا، ومغطي التكاليف الفيكسد بتاعت المصنع كله. فاهم انا بقول ايه؟ تاني الكلام اللي بقوله مهم، مهم ليك انت عند نقطه التعادل. لو انت بتتعادل عند 3125 وحده، فانت اوريدي مغطي الفاريبل كوست بتاعت مين؟ 3125، وربنا كرمك بمبلغ غطيت فيكسد كوست مين؟ المصنع. معايا ولا لا؟ تاني، غطيت فيكسد كوست مين؟ رد عليا، المصنع، عشان ده يطلع بكام؟ بزيرو. حد عطلان؟ بص بقى، العميل رقم 3126 خبط على بابك، مساء الخير عايز بيتزايا، خدت منه كام؟ 40 جنيه. هل ال 40 جنيه كلهم داخلين جيبك؟ لا، ده انا هعملها له ب 24 اللي هم مين؟ ردوا عليا. لا، تاني عشان انت بتضيع مني. 3125 انا مغطي التكاليف الفاريبل بتاعتهم، وغطيت ايجارات المصنع كلها اللي هم كام؟ 50. المفروض ان انا ابدا ربنا يكرمني واكسب من اول العميل رقم كام؟ 3126. جالك العميل 3126، طلع من جيبه 40 ايه؟ جنيه. هل دول كلهم مكسب؟ لا، ده انت هتجيب طماطم وانجريدينتس وفاريبل كوست بكام؟ ب 24. هيتبقى لك كام؟ اسمع، هيتبقى لك كام؟ 16. انت مغطي كل مين؟ الفيكس، يبقى مكسبك هو مين؟ ال 16. طب اجيب لك من الاخر، معايا ولا لا؟ الكلام اللي انا بقوله خطير. انت عارف ربح الشركه هو ايه؟ السي ام اللي فوق البريك ايفن. هتفهم اللي انا قلته؟ تاني، هما دول كام وحده؟ 5000. البريك ايفن كام؟ 3125. انت لو ضربت الفرق ده في 16 تجيب الربح. تجيب مين؟ رد عليا، الربح. مين ال 16 بقى؟ رد عليا، الاس سي ام بير ايه؟ يونت. تاني، نقولها تاني، كالكيوليت النت اوبريتنج انكم، معايا ولا لا؟ يوزنج يور ايه؟ بريك ايفن without making income ايه؟ stable. هي لو انت مش فاهم هي تتحفظ، بس انا مش عايز كده. كل يونت ببيعها فوق البريك ايفن ببدا اكسب. تبدا تكسب كام؟ ال 40؟ لا، ابدا اكسب مين؟ السي ام. اذا لما تتخرج ما تعرناش بقى، لما تخش انترفيو في شركه ولا في مصنع مالتي ناشونال، قول له يا فندم انا مكسبي هيبدا من السي ام اللي من بعد البريك ايه؟ ايفن. ابدا اكسب، معايا ولا لا؟ وابدا اخسر مين؟ رد عليا، لو مبيعاتي قلت عن مين؟ بريك ايفن. انا بقى بسالك سؤال، قولي لي دول كام؟ 5 ماينس 325، انت لو ضربت ده في 16 هيطلع لك النت انكم 30. صعبه؟ طب بص اللي جاي بقى، عيب والله، عيب لو ما قلتها. خلاص انتوا فهمتوا، قطعتوا خلاص عليه، خلاص شابتر خلص. قولوا لي سيلز دولار ماينس بريك ايفن، ها دولار ملوني، دي بكام؟ 200. طبعا انا في الامتحان مش هخليها 200 بقى، 200 220 230 براحتي بقى، ها ماينس 125. برافو عليك، في السي ام ايه؟ ريشيو، لان انا قلبتها ايه؟ دولار. مكسبك متمثل فيه السي ام بير يونت على عدد الوحدات اللي فوق الايه؟ بريك ايفن، او السي ام ايه؟ ريشيو على الدولارات اللي فوق مين؟ البريك ايفن. صعبه؟ نصفي بقى ايه حساباتنا انا وانتو. انت جاي تعمل ايه في التشابتر؟ هتعمل انكم ستيتمنت من نوع الايه؟
فاري، وتحسب كم رقم. والله ما سيبك، الاولاني اسمه ايه؟ سي ام بير يونت، التاني اسمه سي ام ايه؟ ريشو. وتخلي في عقلك معلومتين، ان مبيعات الشركه لو زادت بوحده المكسب يزيد بالسي ام بير ايه؟ يونت. ودايما عمال انا عمال ازقك لايه؟ ان الماستر سين في الموضوع كله هو السي ام بير يونت وسي ام ايه؟ ريشو. حضرتهم اول حاجه الشابتر كله، ان مديرك هيمسكك في كام حته؟ 3. النهارده هناخد كام حته؟ 2. التالته ما تستحملهاش. جاهزين؟ اول حته اسمها سي في بي ايه؟ ابلكيشن. هيسال اسئله مباشره وانت ترد بايه؟ قانون. 1، هات لي البريك ايفن يونت، قولوا القانون مين على مين؟ تي اف سي على سي ام بير يونت. هات لي البريك ايفن دولار، تي اف سي على سي ام ريشيو. جاهزين كله يا باشا معايا؟ طب لو حط لك تارجت بروفيت تحطه جنب التوتال فيكسد ايه؟ كوست. هات لي المارجن اوف سيفتي يونتس، سيلز يونت ماينس بريك ايفن يونت. هات لي المارجن اوف سيفتي دولارز، سيلز دولار ماينس بريك ايفن دولار. هات لي المارجن اوف سيفتي ريشيو، اقسم المارجن اوف سيفتي على سيلز سواء يونتس او دولار. اللي بعده، كان يو كالكوليت النت انكم؟ بصوا الحته دي، لو بعت 6000 وحده يبقى كام؟ هيبقى 6000 ماينس مين؟ بريك ايفن في 16. طب تعرف تحسب لي المكسب لو مبيعاتي 300000 جنيه؟ 300000 ماينس 125، معايا ولا لا؟ في كام؟ في 40%. صعب الكلام؟ ننهي الحصه، اقلب الصفحه. الحته دي بقى بتقرف كل الدفعات اللي جايه واللي وراها، بس اللي وراها دي بتاعت الحصه الجايه، ما تقلقش. اقرا كده مكتوب ايه؟ ستادي ايه؟ بروبوزال مقترح، زين تيك ايه؟ ديسيجن. بص المدير بقى. مين شاطر وجميل؟ بصوا الحتة دي، دي الانكم ستيتمنت صح؟ المعطيات اللي انا اديتها لك ايه؟ والاستنتاجات اللي انت حسبتها ايه؟ الاستنتاجات انك جبت لي السي ام بير يونت، ردوا عليا بقى، وسي ام ايه؟ ريشيو. طب المعطيات اللي اتبنى عليها ده، عارف هما ايه؟ بصوا ايدي كده، برافو، سيلينج برايس، الفاريبل كوست بير يونت. بص انا بقول ايه؟ السيلينج ايه؟ برايس بير يونت، الفاريبل كوست بير ايه؟ يونت، توتال فيكسد ايه؟ كوست، سيلز ايه؟ يونت. بص ايدي تاني، المعطيات الاساسيه سعر البيع ال 40، الفاريبل كوست بير يونت اللي هي كام؟ 24، فيكسد كوست اللي هي كام؟ 50، عدد اليونتس اللي انت ايه؟ بتبيعها. انت خدتها طلعت منها ربح صح ولا لا؟ رد عليا، طلعت منها ايه؟ ربح. وطلعت منها سي ام بير يونت وريشيو عشان تستخدمهم في مجادلتك مع مديرك، مش كده؟ بص بقى، مديرك دلوقتي مش هيطلب حسابات مباشره تافهه زي اللي فاتت. معلش اقروا العنوان تاني، ستادي ايه؟ بروبوزال، بروبوزال يعني ايه؟ مقترح. وخد ايه؟ ديسيجن. بص المدير بقى وبروده، قول لي يا محاسب، ما خلي بالك المحاسب الاداري ده لو في مصنع، والكلام ده انا قلته لكم قبل كده، لو في شركه مالتي ناشونال محترمه، اعلى كاتيجوري بياخد فلوس انت وبتاع التكاليف طبعا. فهو بص بقى هيبدا يقول لك ايه؟ اللي قول لي لو زودنا سعر البيع، هو دلوقتي عارف بيعمل ايه؟ بروبوزال. يعني ايه بروبوزال؟ مقترح. وقللنا الفاريبل كوست بير يونت، وشدينا على العيال بتوع السيلز فزودنا المبيعات من 5000 وحده لكذا، وبعدين انا بفكر اتفاوض مع الناس اللي احنا مأجرين منهم المصنع نقلل الايجار ايه؟ شويه. تعرف تقول لي النت انكم هيحصل له ايه؟ انت منتظر ان هو مستنيك تعمل انكم ستيتمنت؟ لا، ده بنسميه انكريمنتال اناليسيس، تحليل انت تخلص كله من كله في دقيقه وتدي له الايه؟
الناتج. بص بقى يجي واحد يقول لك ايه مدير تاني، هو احنا لو زودنا سعر البيع بس زودنا الادفيرتايزنج الدعايه الثابته يعني الفيكسد كوست ايه، رد عليا، تعلى، وبعدين اتناقشنا مع الناس اللي بياخدوا كوميشن الفاريبل، فالراجل بدا يديك ايه، رد عليا بروبوزل، فيجي يسالك في الاخر يقول لك ايه، ايه رايك اكسبت ولا ريجكت؟ طبعا اي مقترح من شانه يعمل ايه في الانكم، يزوده، هتعمل ايه؟ اكسبت. طب لو الهبل اللي هو بيقوله يقلل الانكم هتعمل ايه؟ ريجكت. طريقه الحل بقى، لو الامتحان ما كانش مانيوال، زمان في طلبه كانت تعطل في الموضوع ده، اقول له بقول لك ايه، اسكت، خد البيانات الجديده واعمل انكم ستيتمنت ايه جديد وشوف الانكم ايه هيحصل له ايه. انا بقى خد مني الكلام ده ثقه، لما تخش اللجنه مع دكتور احمد حسين وتلاقي بيسالك في بروبوزل زي ما انا هوريك دلوقتي، انا مش عايز منك بص ايدي غير سطرين، كم سطر، خلاص الحصة خلصت، كم سطر يا جميل؟ 2. أبوس رجلك، السطرين دول مش بيحسبوا الإنكم، عشان ده اللي بيلخبط الطلبة، دول هيجيبوا اللي تشينج إن إنكم، يعني أنا مش بعمل إنكم ستيتمنت جديدة وقارنها بمين؟ بالقديمة، لا، ده انا بعمل سطرين يجيبوا لي الخلاصه، الانكم هيحصل له ايه؟ هيزيد ولا ايه؟ هيقل. جاهزين؟ بص البساطه بقى، السطر الثاني بص ايدي، حاجه طيبه لاول مره تبقى طيبه، اول مره في حياتها تبقى طيبه، مين بقى؟ تعال الفيكسد كوست، ايه ده اول مره تبقى طيبه؟ اه بص اجيب لك من الاخر، لو انت لقيته بيرغي، بالله عليكم ركزوا انا بنهي الحصه، لو لقيته ايه بيرغي في حاجه تعلي الفيكسد كوست، حاجه تعمل ايه؟ عارف يعني ايه؟ يعني الايجار كان 50 هيبقى 60، الايجار كان 50 هيبقى 55، التكاليف بتاعت الدعايه كانت 50 هتزيد ب 10، حاجه تعلي مين؟ فيكسد كوست. بص ايدي، ده اثره على الانكم سلبي، فاهم يعني ايه اثره على الانكم سلبي؟ ما يا ابني كلام اهبل، هو الايجار لما يعلى رد عليا الانكم يحصل له ايه؟ يال. فالدكتور وقف المحاضره قال لهم خلي بالكوا اهم حاجه في الموضوع ده الريليشن، اهم حاجه ليه؟ هي مش محتاجه ريليشن يا فندم، هم سطرين اللي انت عايزه، انا دلوقتي بتكلم على انهي سطر رد عليا؟ التاني. فيكسد كوست لو زادت تعمل ايه في الانكم؟ تقلل. طب كملوا، يخرب بيت كده، فيكسد كوست لو قلت تعمل ايه في الانكم؟ تزود. حد زعلان؟ بص بقى، انا كده جبت منشار وقطعت النص اللي تحت من الانكم، ايه خلي بالك هي العمليه كلها الاثر على مين؟ الانكم. تعالى يا فيكسد كوست يا غلبانه حنينه، لو زادت تعمل ايه في الانكم؟ تقلل. طب لو قلت تعمل ايه في الانكم؟ تزود. تعالى بقى هيمسكك ينفخك في ايه؟ بصوا ايدي، هيغير في مين؟ سيلينج برايس. هيغير في مين؟ فاريبل كوست. هيغير في مين؟ في اليونت. بص اجيب لك من الاخر، هو السي ام بير يونت كان كام؟ لا انا زعلان، كان كام؟ طب هو لو لعب في دي او لعب في دي، ده يتغير ولا ما يتغيرش؟ يتغير. اجيب لك من الاخر، سيب اي هري يحصل، انت اعمل اللي بقول لك عليه وانت مرتاح. شايف السطر الاولاني ده؟ تعمل ايه؟ تاخد البروبوزد، بص ايدي، تي سي ام، انا في الورق وانا حالل كاتب نيو تي سي ام، شايف ولا لا؟ كاتب ايه؟ بص انا بقول انا في الحل في صفحه 3 فوق هتلاقيني كاتب ايه؟ نيو، شايفها ولا لا؟ شايف كلمه نيو دي تسقطك. طب كاتبها ليه؟ احيانا في ولاد حلال بيودوا الورق لدكتور مين؟ احمد حسين، فانا عايزك تبقى مركز، شايف كلمه نيو دي؟ اكتب فيها بروبوزد، اكتب فيها ايه؟ يعني انت اشطب نيو خليها ايه؟ بروبوزد. هو ما بيحبش كلمه نيو، بيحب كلمه ايه؟ بروبوزد. يبقى بص بص بص، تاني يا ابني رد والنبي ما تفصل مني، السطر الاول تجيب مين؟ لا انا عايزها بروبوزد ايه؟
لا 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 بروبوز ايه تي سي ام. معلش هو التي سي ام الجثه كلها عباره عن اليونتس. والله ما سيبك في مين في السي ام بير ايه يونت يونتس في مين. رد عليا انت عايز مين مين مين, مين؟ الايه المقترح اللي هو ايه بيقوله. هوريك دلوقتي السؤال. ماينس الكرنت تي سي ام مين الكرنت؟ رد عليا اللي هو الحالي تي سي ام تي اللي هو مين هنا مثلا 80. بص ايدي بقى اجيب لك بالاخر الكرنت كام. اسمع الكرنت كام 80. لو هو قاعد يدي مقترح بص انا بفضفض معاك يخلي ده 120 يخلي ده كام. ردوا عليا كام 120. هو كان كام؟ معنى كده ان هامش المساهمه هيزيد بكام؟ ب40. هيزيد يبقى انعكاسه على الانكم ايجابي ولا سلبي؟ ايجابي. انتوا معايا ولا مش معايا؟ تاني عشان انت بتفصل مني اسمعني بس. هو الموضوع كله ايه؟ احنا عاوزين نعرف ايه اللي هيحصل لمين؟ للانكم. مش تحسب الانكم. انت بتجيب مين؟ ردوا عليا تشينج. فانت اول ما يخش معاك اللعبه دي قول له بص يا باشا هم سطرين تتشقلب تتحط. هم كام سطر؟ ردوا عليا 2. السطر الاول انا هجيب الجثه الجديده اللي هي مين؟ البروبوز دي مين؟ تي سي ام اللي هو اليونتس الجديده والسي ام باليونت الايه؟ الجديد. قول لي يعني ايه جديد؟ ما هو هيلعب في مين؟ ردوا عليا في دول. ماينس مين؟ رد القديم. عارف كده انت عملت ايه؟ انت جبت الاثر على الانكم من النص اللي ايه اللي فوق. معايا ولا لا؟ يعني انت ده كان كام؟ رد 80. لو بقى 120 يبقى كده في انعكاس بكام؟ ب40. طب لو ده قل كان 80 بقى 60 يبقى المفروض في انعكاس سلبي بكام؟ ب20. حد عطلان؟ قول له ده النص الايه الاول. النص الثاني ردي علي مين؟ مين فيكسد كوست. لو زادت تعمل ايه في الانكم؟ طب لو قلت تعمل ايه في الانكم؟ تاخد السطرين وتجيب الاثر الايه النهائي. لو لقيتي الانكم يعلى تقولي له المقترح ايه حلو. طب لو الانكم يقل المقترح ايه وحش. طب ما تيجي نجربها. امسكوا اول كيس. كيس 1 اسيوم. حد عطلان؟ حد عطلان؟ يلا اسيوم ان السيلز يونت هتزيد بكام؟ 500. مين يرد؟ يعني اليونتس الجديده هتبقى 5500. حد زعلان؟ هي كانت كام؟ رد عليا 5000. ردوا هتزيد بكام؟ 500. يبقى كام يا بنات؟ 5500. تعالي كملي. اند ها ها الفيكسد كوست هتزيد بكام؟ ب 10. ثواني هيزود الفيكسد كوست بكام؟ ب10. هي الفيكسد كوست لما تعلى الانكم يحصل له ايه؟ يقل. حد عطلان؟ قولوا لي كلكم. هل لعب في سعر البيع؟ يا ابني رد. لعب في سعر البيع؟ لعب في الفاريبل كوست؟ اذا السي ام لسه زي ما هو بكام؟ ب16. معايا ولا مش معايا؟ السي ام زي ما هو بكام؟ ب16. اقرا بقى. Do you agree on the proposal؟ موافق على البروبوزال ولا لا؟ تعال 5500 في 16 يعني 88000. هامش المساهمه الجديد بكام؟ 88. ردي القديم كان كام؟ 80. يبقى في انعكاس ايجابي ب 8. يبقى مدير اللي انت بتهبده ده انتوا معايا ولا لا؟ معايا ولا لا؟ يزود السي ام بكام؟ 8. بس خلي بالك يا فندم، خلي بالك يا فندم، الانعكاس الايجابي على الانكم ب8 وعندنا انعكاس سلبي بكام؟ ب10. يعني انت بتديني مقترح يزود 8 ويقلل 10 كده الانكم يقل بكام؟ ب2. فاحنا مش موافقين. فهمتوا اللعبه ولا لا؟ اكسبت ولا ريجكت؟ رد عليا ريجكت. صعب الكلام معايا؟ طب ما تيجي نجرب كمان واحده عشان الحصه تخلص. اقرا. اف يلا بينا جاهزين؟ يلا. if
ايه بقى؟ يا ابن الذين، ده بيلعب في السي ام، الفاريبل كوست بير يونت هتقل بكام؟ ثانيه واحده، يعني ده هيبقى ب 20 مش هيبقى 24؟ يا ابني ردوا عليا، مش هيبقى 24؟ هتقل بكام؟ ب 4، يعني هتبقى بكام؟ 20. كمل. والسيلز يونتس هتزيد ب 20%، هي اصلا 5000 صح؟ 20% من 5000 يعني 1000، يعني معنى كده ان اليونتس الجديده هتبقى 6000. هتفهم اللي انا بقوله ولا لا؟ يعني هو لعب في الفاريبل ايه؟ كوست، وزود اليونتس بكام؟ 20%. انتوا فاهمين حاجه ولا لا؟ كمل. With ايوه a decrease في مين؟ في الفيكسد كوست بكام؟ 5000. لا بس ثواني، بس ثواني، فيكسد كوست هيقللها بخمسه، دي حاجه حلوه. ما هو لما يقلل الفيكسد كوست تعمل ايه في الانكم؟ تزوده. حد عطلان؟ حد واقف في حاجه؟ كمل. ال 6000 جت ازاي؟ مش انا ببيع 5000؟ هو قال لك هزود اليونتس ب 20%. 20% من 5000 يعني 1000. 20% من 5000 يعني كام؟ 1000. معنى كده لما انا ازود ال 5000 ب 20% هيبقوا كام؟ 6. وصلت؟ حد يكمل بقى. Do you agree on the proposal؟ ما يلا بينا يا قصاص. هو لعب في السيلينج برايس؟ لا، لعب في الفاريبل كوست. السيلينج برايس زي ما هو كام؟ 40. دي بدل 24 بقت كام؟ 20. معنى كده ان السي ام بير يونت الجديد 20. السي ام بير يونت الجديد بكام؟ 20. تعليلي، هاتيلي التوتال الجديد كام وحده؟ لا انا ازعل كده، كام وحده؟ 6000. في السي ام بير يونت الجديد كام؟ 20. حد زعلان؟ معنى كده ان الرقم ده 120، وكان كام؟ كان كام؟ يبقى في انعكاس ايجابي بكام؟ بربعين. هتفهم اللي انا عملته؟ تاني يا بنتي ردي، سعر البيع كام؟ 40. الفاريبل كوست بدل ما هي 24 شال منها كام؟ يعني بقت كام؟ 20. معنى كده بقينا 40 ناقص 20، يبقى السي ام بير يونت الجديد كام؟ 20. الوحدات زادت ب 20%، من 5000 بقت 6000، يبقى التوتال سي ام الجديد 120000، اللي هو 6000 كام؟ 20. كان كام؟ 80. اذا هناك انعكاس ايجابي على الانكم بكام؟ 40. وفي انعكاس ايجابي تاني بخمسه، اللي هو مين؟ الفيكسد كوست. يبقى نهايه التحليل ان الانكم يزيد بكام؟ 45. اجري ولا نوت اجري؟ اجري. صعب الكلام؟ شدوا خط، الحصه خلصت. المره الجايه وانتوا جايين هناخد ثالث موضوع الهام، انه هيبدا المدير يقول لك احنا لو رحنا للاوتوميشن خلاص، بعد كده هبدا احل مسائل مانيوال ومسائل ام سي كيو. يعني انا بكره المره الجايه هدي حته الاوتوميشن واحل معاك مساله كبيره و10 شورت كيس هم اللي هيجوا لك في الامتحان. خلاص بوست ترم ده قذره. ليه؟ لأنه أول مرة يشرح الفاريانس فلازم تحضروه.